كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته بتهنئه نادي الزمالك على اليوم الجميل النهارده اللي تفوق فيه نادي الزمالك على نهضه البركان. أيوه. في مباراه العوده ب1-0. الجماهير الزملكاويه النهارده كابتن اسلام يمكن كانت موجوده في الاستاد من الساعه 1 وملت يعني ارقام الاستاد بشكل كبير جدا. كان واضح ان في دوافع لجماهير نادي الزمالك النهارده للعيبه، وده اللي بان من خلال ال 90 دقيقه عشان يحققوا بطوله يمكن كانت بعيده عن نادي الزمالك بقى لها فتره. فالنهارده بيتوج نادي الزمالك بهذه البطوله، بتديله طبعا بنقول مبروك لمجلس اداره نادي الزمالك، مبروك للعيبه، للجهاز الفني، مبروك طبعا للجماهير العظيمه جماهير نادي الزمالك. والمبادره الجميله اللي طبعا النادي الاهلي تملي سباق في الحاجات اللي بشكل ده، مش مع نادي الزمالك بس يا اسلام، يمكن مع جميع الانديه كمان، اذا كان مثلا النادي الاسماعيلي، نادي بيراميدز، النادي الاتحاد. يعني النادي الاهلي طول عمره مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، العلاقه الحميمه اللي بينه وبين مجالس الادارات اللي موجوده على مستوى هذه المؤسسات الكبيره. ومره ثانيه يا جماعه، ما كان يحدث سابقا، وانا اسف ان انا برجع، ما كانش هو الصح، الصح هو اللي بيحصل. معلش يا كابتن هقول على حاجه. النهارده كابتن، احد الاصدقاء واحنا قاعدين بنتكلم بيقول لي يا اسلام هتشجع مين النهارده في مباراه الزمالك ونهضه بركان؟ كلام واضح اهو. قلت له انا هشجع الاهلي. فبص لي كده قال لي يعني ايه هتشجع الاهلي؟ قلت له والله هشجع الاهلي. قال لي يعني ايه؟ قلت له يا حبيبي النادي الاهلي طول ما انت موجود داخل النادي الاهلي هتتعلم. فانا عارف والنادي الاهلي وتعلمت داخل النادي الاهلي حاجه مهمه جدا، ان عندما يلاقي اي فريق مصري اي فريق خارج مصر انا هشجع الفريق المصري مهما كان اسمه. بالظبط. وبالتالي انا ده اتعلمته في النادي الاهلي، فانا هشجع النادي الاهلي. اذا انا هشجع نادي الزمالك في هذه المباراه لانه هو ده الاساس اللي دايما بنبني عليه لما هو قادم. عشان كده انا دايما اقول يا جماعه اللي بيحب الاهلي بيحب الاهلي بشكل مختلف، واللي بيحب الاهلي بيتعلم كمان من النادي الاهلي. احنا مش بنحب النادي الاهلي لمجرد الكلام ولمجرد، لا لا لا، انت بتحب النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي. ممكن ننتقد النادي الاهلي عشان من كتر ما بنحبه. بالزبط. ولكن انت بتحبه فبتتعلم. صح يا اسلام. ومبادئ النادي الاهلي واخلاقيات النادي الاهلي هي اللي بتعيشنا في هذه الاجواء. يعني زي ما انت تفضلت وقلت النهارده، كلنا كنا بنتسال النهارده انتوا هتشجعوا الزمالك يا كابتن؟ طبعا كلنا ومعظم الاهلاويه هيشجع نادي الزمالك، لان الزمالك النهارده بيمثل مصر. فيهمنا جدا جدا ان مصر تكسب ونادي الزمالك يكسب، وان شاء الله باذن الله احنا كمان الاسبوع الجاي باذن الله نحقق الفرحه دي كمان لجماهيرنا العظيمه. صحيح. الاهلاويه اللي موجوده في كل مكان. وتجد ان كره القدم المصريه في يعني افضل حالاتها اذا ان شاء الله، او هو الحقيقه هي بالفعل في افضل حالاتها، لانه النادي الاهلي بيصل للبطوله، نهائي البطوله الافريقيه للمره الخامسه على التوالي دوري ابطال افريقيا، ونادي الزمالك اهو بيفوز بالبطوله الكونفدراليه. وبالتالي انت بتتكلم على شكل جديد في كره القدم المصريه. الحمد لله الاهلي مسيطر خلال السنوات السابقه، ودلوقتي اصبح والنهارده الاهلي بيصل للمره الخامسه على التوالي في حاجه اعجازيه ما حصلتش في افريقيا قبل كده. نادي الزمالك بيفوز، اذا عندنا كوره، عندنا بالظبط. كره القدم المصريه لها شكل مميز. واحنا يعني الاهلي من غير الزمالك يعني ما بنحسش بالمنافسه، والزمالك من غير الاهلي ما بنحسش بالمنافسه. لما بيقربوا الاثنين من بعض يا كابتن اسلام فعلا بيبقى في كوره حلوه معروفه، كره مصريه في اي حته، اهلي وزمالك. صحيح. كمان قوام المنتخب، احنا برضك محتاجين ان قوام المنتخب يبقى من افضل لعيبه الزمالك وافضل لعيبه النادي الاهلي، عشان نقدر باذن الله مع الكابتن حسام الفتره الجايه نقدر نعمل حاجه لمصر بشكل كبير. لا، المنافسه دايما مقبوله، ولكن يظل النادي الاهلي هو اللي يفوز. طبعا يعني هو انا عايز اقول هو ده اللي يهمنا الحقيقه. النادي الاهلي في حته بعيده قوي عن المنافسه مع احترامي يعني. صحيح. النادي الاهلي بينافس يا جماعه ريال مدريد، يعني النادي الاهلي بينافس في اوروبا مش في اسيا وافريقيا، لا، النادي الاهلي ببطولاته وانجازاته في حته تاني. يعني احنا بعيد جدا، يعني مع احترامي كل المنظومه اللي موجوده في الانديه اللي بتصارع مع النادي الاهلي، لا، بعيد قوي، في فرق بعيد قوي. مظبوط. بشكل كبير يعني. الحقيقه النادي الاهلي كمان في وجوده في تونس امام الترجي جماهير عظيمه الحقيقه، جماهير التونسيه يعني ما قبل المباراه واثناء المباراه وما بعد المباراه، المناوشات اللي بتحصل دي طبيعيه وبتحصل في كل المباريات، وبالعكس مناوشات حلوه وحضرتك عارف الكلام ده. ولكن في النهايه بعد المباراه انا سالت كل لعيبه النادي الاهلي، قالوا لي كل جماهير تونس والترجي سقفت للنادي الاهلي بعد المباراه، وهذا هو
الافضل حاليا او هذا هو الاساس في كره القدم والرياضه يا كابتن مهدي؟ واحنا نفسنا نتعلم من الجماهير العربيه خصوصا شمال افريقيا يا كابتن اسلام، عندهم ثقافه عاليه جدا، ثقافه فيها نوع من الشياكه ونوع من الجمال ونوع من الاناقه كده. صحيح. هو عارف قيمه النادي الاهلي، عارف هو بيلعب مين، بيلعب بطل القرن، بطل افريقيا. فهم كمان جواهم يقول لك انا يعني طبعا في صعوبه عشان اكسب النادي الاهلي، لكن هو بحاول ان انا ابقى ند للنادي الاهلي. لكن هم عندهم عادات جميله جدا بعد نهايه المباراه، واحنا شفناها كابتن اسلام هناك معظم الفرق الشمال افريقيا اذا كان في المغرب او تونس او الجزائر بعد نهايه المباراه بيشجعوا تيمهم وبيساندوه بشكل كبير جدا، وكمان بيشجعوا الفرقه الخصم اللي هي ليها باع في كره القدم، ليها شكل، ليها اداء، ليها تاريخ. صحيح. هم كمان بيشجعوا النادي الاهلي عشان عارفين النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم، وصعب ان هم يقدروا يتفوقوا على النادي الاهلي، وده واضح خلال السنوات يمكن الماضيه بشكل كبير. وده اللي احنا يعني فنيا هنتكلم عليها كابتن اسلام ان شاء الله مع حضرتك، ان صعب النادي الاهلي صعب بره ملعبه او في داخل ملعبه، لا فرقه تقيله قوي وفرقه ليها تاريخ. والجيل ده بالذات احنا كم مره اتكلمنا في كذا حلقه ان الجيل ده بيسطر تاريخ كبير جدا جدا، يعني بنتكلم على اجيالنا احنا جيل السبعينات في 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 عهدنا قدرنا نحقق اول بطوله سنه 82، وتواصلنا بعد كده في 84 86 وهكذا، تولت البطولات مع جميع الاعمار او المراحل اللي بعد كده. أيوة. لكن الجيل ده كابتن اسلام نقف عنده، لا جيل بيسطر تاريخ كبير جدا جدا في كره القدم الاهلاويه. فطبعا نتمنى لهم ان شاء الله باذن الله مباراه العوده باذن الله المكسب والحصول على البطوله، وفعلا يعني دي اقل حاجه يعني بصراحه يستاهلوها من تقدير الجماهير او من مجلس اداره. شفنا الكابتن محمود الخطيب ومجلسه موجود معاهم مساند بشكل كبير جدا في تونس، وده اقل حاجه الدافع المعنوي اللي بياخدوه اللعيبه من وجود الكابتن محمود الخطيب كقائد. وطبعا هو يمكن بيسلم عليهم اذا كان في الطياره او في التمرين او قبل المباراه، بيوصل لهم رسائل هم عارفينها، يعني ان انا موجود هنا في ظهركم وعارف انتوا. انا بالنسبه لي كابتن محمود الخطيب الحقيقه بيمثل لي لغز، والله لغز، لانه كابتن خطيب بطل كوره من زمان جدا 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 جدا. يعني احنا دلوقتي مثلا الجيل اللي قبل الصغيرين، الولاد الصغيرين اللي عندهم مثلا دلوقتي 10 12 سنه ما يفتكروناش، ما يفتكروش الجيل بتاعنا بالظبط. فما بالك كابتن خطيب لما يعني بسم الله ما شاء الله لما ينزل، راح هوري حضرتك الفيديو في اي مكان، بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب، يعني حاجه جميله جدا. انا شخصيا كلاعب كوره بعيدا عن مذيع وبعيدا عن الكلام اللطيف ده، لكن كلاعب كوره يعني لما يبقى عندي حد بقيمه محمود الخطيب وواحد بقاله مبطل كوره. كابتن خطيب مبطل سنه كام يا كابتن؟ يعني بقاله كتير، يعني 20 اكتر 90 1990 يعني شوف بقاله كام سنه 30 35 وبص الناس بتعمل ايه. وخلي بالك ما يميز الامر ان هم دول برضو فيهم شباب، يعني اللي قاعد اللي واقف على شمال الكابتن ده ما يعديش ال 30 سنه ما حضروش ولا 35 سنه، اللي هو دول كبار ماشي دول طبعا. لكن انا بتكلم على بص يا كابتن اللي واقف على يمينه اللي واقف يعني تحس ان هم برضو 35 40 سنه ما شافش الكابتن خطيب سبحان الله. ولكن هو بالنسبه لي لغز، يعني اللي بيعمله كابتن خطيب او ما يفعله كابتن خطيب هو لغز جميل، لغز محترم، لغز يعلمك انه كره القدم هي الادب، هي الاخلاق، هي اللي بتوصلك لحب الناس بعيدا عن اي حاجه تانية. الاخلاق والادب والاحترام والتعلم مهم جدا جدا جدا. فمعلش يا جماعه اعذروني وانا هنا مش بطبل لكابتن محمود الخطيب عشان ممكن حد يقول كده، لكن كابتن لا يحتاج الى تطبيلي اذا كنت بطبل يعني زي ما بيقول البعض، لكن هذه هي الحقيقه. واحد عنده او مبطل بقاله 40 سنه تقريبا او اكتر ولا 30 سنه او اكتر، وبيلاقى بهذا الشكل الرائع في كل مكان سواء جوه مصر او بره مصر. بالزبط. اعتقد ده يستحق الحقيقه ان احنا ظاهره نقف عنها. دي دعوه والدته الله يرحمها بقى. حب الناس ده صحيح. يعني حب الناس ده في كل حته كابتن اسلام، مش في مصر بس ولا في تونس ولا في السعوديه ولا في الامارات، لا في كل مكان بيروح الكابتن محمود الخطيب. فعلا يعني نجم غير عادي.
زي ما انت تفضلت كده وقلت ما كانش عنده مشاكل، ما عندوش انذارات، ما عندوش كارت احمر، ما عندوش يعني، بيتعامل مع كل الناس بحب باحترام. فكابتن محمود الخطيب، انا هقول لك حاجه كابتن اسلام، واحنا في الانتخابات اللي فاتت ديت كان عضو جمعيه عموميه شايل ابنه في الانتخابات، شايل ابنه صغير 3 4 سنين قاعد يناديله يا بيبو يا بيبو يا بيبو، فنزل له فقال له انت تعرفني؟ قال له اه طبعا. شوف الولد الصغير 4 سنين هي دي يعني، هي ده اللغز بالنسبه لي يعني، هو ده الموضوع بالنسبه لي يعني، حاجه جميله يعني بصراحه يعني. هو تغيير في عقليه ان لاعب، لا لاعب كره القدم عنده احترام، عنده ادب، عنده اخلاق. وبالمناسبه كابتن محمود الخطيب اداري صعب،